شیخ دکتر رافع رفایی مفتی دیار عراق. چیزی که الان در فلوجه در جریان است جنایتی علیه بشریت است که باند جنایتکاری به نام حکومت آن را انجام می‌دهد. حکومتی مانند مهره‌های شطرنج که دست‌های رژیم ایران از آن سوی مرزها آن را حرکت می‌دهد. ما يجري في الفلوجة يعني وصفه لا يعسر على أحد، إنما هو باختصار جريمة ضد الإنسانية ترتكبها ثلة مجرمة باسم الحكومة. الحكومة هذه هي صورة كأحجار الشطرنج موضوعة تحركها الأيادي الإيرانية من خارج الحدود. هذا ليس جيشا عراقيا، وإنما هو زمر من الميليشيات القذرة التي تربت على فتات موائد إيران وملال إيران ودولة ولاية الفقيه، الذين جاءوا مدعومين بفتاوى باستحلال دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. هذا أنا قلنا في بداية الأحداث وحذرنا المالكي وأذنابه من المجازفة في الدخول في معركة مع الفلوجة، فأخبرناه بأنه سينطح رأسه بصخرة صلدة تحطم رأسه، ولكن هذا الرجل لم يرعوي، وأقنعه سادته في إيران أنه إذا أباد أهل الفلوجة ودمر الفلوجة تدميرا تاما فإن ذلك ثمن ولايته الثالثة. وممن لبسوا العمائم ممن يقال عنها عمائم السوء، ألقوا هذه العمائم وتحزموا بالرصاص ليقاتلوا أبناء جلدتهم للحصول على كرسي أو منصب أو مال، باعوا ضميرهم وباعوا شرفهم وباعوا غيرتهم وكرامتهم. ولكن والله يا أخي، ولو أني أنا أقول هذه البلدة محمية إن شاء الله بحماية الله ومحروسة بعين الله، هذه البلدة محمية بحماية الله محروسة بعناية الله، لا يمكن لأمثال هذه الحثالة أن تخترقها هذه مدينة المساجد، مدينة العلماء، مدينة الأولياء، مدينة الصالحين، مدينة العباد الذين يبتغون إلا وجه الله.